يعني وكأنه إحنا بنتحدى الشارع. في تنسيقية قد الدنيا، 15 حزب سياسي، شخصيات وطنية، نقابات مهنية، نقابات عمالية، مش معبرينهم ولا حكينا معهم ولا قعدنا معهم. واليوم حاول بعض النشطاء يدخلوا على الجلسة، أيضا تم منعهم. لا مش صحيح. أي أنا حكت معي أحد الزميلات السابقات. أيوة. قلت لها أهلا وسهلا، وإذا ما في كراسي بحطكم على راسي. طيب هاي حكولي. هذا بيت الشعب. هذا بيت الشعب. تمام حلو. لا إلي ولا إلك. رائع. ولا للحكومة. رائع. هي هي اللي بسمعنا، أي واحد بده يجي أهلا وسهلا. طيب يمكن أنت ما بتعرف سعادة الرئيس. حكت معي. إنهم إجوا ومنعوا دخولهم. لا 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 مش صحيح. لا هو صحيح. صحيح بس أنت ما بتعرف، بس هو صحيح. إجوا هم حكوا معي. إجوا وتم منعهم من الدخول، والبعض طلع على الشرفة وتم إخراجه. يا أخي نال. تم إخراجه. بدي تروح على مقترحك لو سمحتوا. طيب. مش راح أعطي ولا واحد إلا على المقترح. ماشي الحال. بس أنت حكيت إنه ما تم منعهم، أنا بقول لك لا تم منعهم، وإذا أنا بتمنى منك إنك تسمح الآن بقرار للأمن المحترمين في المجلس إنهم يسمحوا للي بده يحضر الجلسة يحضرها. أبداً. فيش مخبط. يحضر يحضر. تفضل. طيب كمل. خلص. كمل. تمام. وشكرا. أنا مقترحي فقط في موضوع تفريد العقوبة على كل مواد القانون. سعادة الباشا.